ده مشروط للفريق القومي التونسي، وانه كل ما تجي فرصه او مناسبه كبيره الا ويكون في الموعد. واذا حضوره من مختلف مناطق الجمهوريه وفي وقت مبكر اكبر دليل على ذلك. كذلك بالنسبه للجمهور الفريق الجمهور الجزائري شقيق حضر كذلك بعدد غفيره وخص له مدرج كامل على ذمته وحضر هذا اللقاء وشجع فريقه كما ينبغي. إذن هذه فكرة عن الجمهور، وهذا بطبيعة الحال نشيد الرسمي للبلدين. إذن الفريق القومي التونسي كما باش نشوفوا بعد حين بدا المقابله بقوه وفرض سيطره مشدد الخناق على الفريق الجزائري اللي ارتبك دفاعه في العديد من المناسبات وخلى المبادره بالهجوم للفريق القومي التونسي اللي عرف كيفاش يخرج من وسط الميدان ومن الحضور المكثف لوسط ميدان الفريق الجزائري. وكانت المبادرة كذلك المدافعين كما تلاحظوا محجوبي كذلك شارك في عمليات القذف من مسافات بعيدة، وهذا أعطى ثقة كبيرة للفريق القومي التونسي الشاب باش يجدد العمليات بدون كلل أو ملل. وهدد إذن في العديد من المناسبات مرمى الحارس القادري اللي عوض بالمناسبة حارس دريد اللي كما نعرفه كان مصاب. ونسأله إذن جانبنا السيد فانسون، نسألوه هل كان ضمن أهدافه باش يبدأ المقابلة بقوة؟ C'était dans votre objectif de commencer le match très fort. C'est-à-dire qu'on voulait étouffer les Algériens, les prendre à la gorge littéralement. Pour essayer, comme ils étaient en période de doute, de leur faire perdre confiance. إذا يقول السيد فانسون أنه كان هذا من أهدافه باش يشدد الخناق على الفريق الجزائري وإذا يجبروا إذا على ارتكاب الهفوات. Pour l'acculer à commettre des gaffes en défense. Voilà. Provoquer des fautes. Des erreurs. بالنسبة للتشكيلة اللي حبطها في الشوط الاول، هل كانت هي بنفسها فيما يخص مقابله الذهاب، هل ما كانش ربما يحتمل تغيير تكتيكي باش تعوض لاعبين عندهم طابع هجومي اكثر؟ اسكو vous avez gardé les mêmes joueurs du match aller؟ Exactement, oui. Oui, j'ai gardé exactement les mêmes joueurs étant donné que vous avez des joueurs de tempérament défensif. Oui, mais les arrières latéraux avaient davantage de liberté et de possibilités offensives qu'au match aller. Mais malheureusement, on n'a pas su en profiter à 100%. لو كان الإضاءة شارك معنا في الحوار. فعلا توفيق، لو نتتبع أكثر اللقطات اللي أمامنا في هذا اللقاء واللي كان أبرزها خلال الشوط الأول لصالح المنتخب التونسي، بالطبع المنتخب الجزائري تحصل على بعض الفرص مثل هذه، لكن كان المنتخب الجزائري متخوف من هذا اللقاء. كانت الطريقة نتاعو في بداية اللقاء طريقة دفاعية، حتى لو كان نشوفوا التشكيلة الأساسية نتاع المنتخب الجزائري نلقاوه اليوم متخوف جدا جدا جدا، خاصة بعد غياب اللاعب ماجر. ثم ربما السؤال توجه به بعد حين، هذه اللقطة الجميلة من العبدلي وكل القوة نتاع الركباوي اللي يفتتح النتيجة لصالح المنتخب التونسي.
العمليه فيها حاجتين، فما ذكاء كبير من العبدل يراوغ الحارس يخرج الكره في نقطه ضربه الجزاء بالضبط، شوفوا المراوغه، ثم بعد المراوغه بالضبط العبدل يهز راسه يشوف المكان ويختار المكان الممتاز، يخرج الكره على مستوى نقطه ضربه الجزاء ومتوسط الهجوم الركباوي بقذفه قويه وارتماء راسيه يفتتح النتيجه لصالح المنتخب التونسي. هنا ربما كنا لهنا نور الدين نظن ان الفريق القومي التونسي سيكون في طريق مفتوح امام منتخب الجزائر. باش نشوفوا هنا اذا الهدف الفريق القومي الجزائري، باش نلاحظوا هنا المخالفه اللي ارتكبت من طرف قاسي سعيد على شخص الركباوي، اذا كانت اللقطه واضحه وجليه، ثم مخالفه لسبقه الهدف، ثم بطبيعه الحال البلومي باش يخرج وجه توصل هنا الكره الى البلومي من عماني، والبلومي بطبيعه الحال تمريره ذكيه جدا يخرج اذا مناد وجه لوجه يراوغ الحارس ويسجل الهدف التعادل، كان ذلك في الدقيقه 38 اي بعد 7 دقائق فقط من الهدف الاول. باش نعاود نشوفوا الهفوه بالطريقه البطيئه كيفاش كانت واضحه من قاسي سعيد، هذه الهفوه واضحه ما فيهاش حتى ادنى شك واختلاف، والحكم السيد حسام الدين اذا يامر بمواصله اللعب، كره اذا تجي عند عماني وعماني تمريره ذكيه الى بلومي وبلومي بطبيعه الحال يخرج وجه لوجه مناد ويسجل هدف التعادل. ثم الوجاني موجود في موقع تسلل واضح كذلك يشارك او ما شاركش في العمليه، شاهدنا مدافع من الفريق القومي التونسي وهو لطفي جبارك رفع يده يطلب في التسلل، اذا انه اللاعب هذا كان يقلق في الدفاع التونسي، وبالطبيعه اللقطه واضحه انه التسلل كان واضح ما انه كان في موقع متقدم. هذا ما يمنعش ان الفريق القومي التونسي اثر هذه العمليه باش تجيه الهدف الثاني عن طريق ابراهيم ثم الركباوي. ابراهيم كان في اللحظه الاولى وجه لوجه اثر تمريره من علي بن نادي، ثم اللاعب الركباوي تمكنش من استغلال الفرصه، ينتهي الشوط الاول بنتيجه تعادل هدف لهدف. ثم الشوط الثاني تراجع كبير من الفريق القومي التونسي، المحاولات والهجومات المعاكسه كانت كثيره للفريق الجزائري وكانت خطيره، وربما السؤال اللي ينتج به المدرب كيفاش يفسر التراجع الكبير على مستوى الشوط الثاني. مسيو فانسون comment vous expliquez ce fléchissement de vos joueurs en deuxième mi-temps ? Ben justement, je pense qu'ils n'ont pas su doser leurs efforts, surtout en première mi-temps, où ils ont tout donné pour essayer de faire la différence. Et comme c'est une équipe très jeune, ils n'ont pas su doser leurs efforts. Il aurait fallu calmer le jeu à partir du moment où on menait 1-0, laisser venir l'adversaire pour mieux les contrer et assurer la victoire. Mais ça, l'équipe est jeune et très perfectible. Et je pense qu'à l'avenir, ils sauront faire ça. يقول المدرب سيد فانسون ان اللاعبين ما عرفوش كيفاش يوزعوا الطاقه نتاعهم او المجهود نتاعهم خلال الشوط الاول، عطاوا كل ما عندهم في الشوط الاول. يقول هذا بالطبيعه راجع الى صغر سن اللاعبين، الى كذلك عدم الخبره بالنسبه للعديد منهم، ويقول بل بالوقت بالطبيعه هذه النقطه جي، ويقول ايضا انه اللاعبين هذو